مرحبا أصدقائي، كيفكن؟ كيف حالكم اليوم؟ أو كيف تشعرون الآن؟ هل أنتم سعداء ومستمتعون؟ أو أنتم مستاءون قليلا وحزينون؟ هناك بداخلنا مشاعر، هذه المشاعر تأتي من قلوبنا. اليوم أريد أن أرسم صورة لمزاجنا وتعابيرنا، لذا فلنبدأ درسنا اليوم. نعم، سوف نصنع قوس قزح بهذه الأوراق الملونة. حاولوا أن تتبعوني وتفعلوا كما أفعل. سوف أصنع منظرا جميلا. سأحاول قص الورقة على شكل دائرة أولا. الآن جهزوا بعض الأوراق الملونة. ارسموا دائرة بقلم الرصاص. هل ينبغي أن أنتزعها أولا؟ نعم، الدائرة قد رسمت. أوكي، سوف أقصها بواسطة مقص. الآن يمكنكم قصها ببطء على محيط الدائرة. قد تكون صعبة قليلا. قولوا لمعلمكم أن يساعدوكم. حسنا، إنها بالكاد قد قصت. واو، إنها بالكاد انتهت. نعم، الدائرة مكتملة الآن. أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، كحلي، بنفسجي. يمكنكم رسم هذه الدوائر كما من قبل وقصهم. الآن قبل رسم الوجوه سأقدم لكم الأدوات أولا. هناك أداة يقال لها قلم التلوين. إنها الأدوات التي ستستخدمونها. لنفتحها معا. هناك ألوان متعددة. من الآن فصاعدا سنرسم صورة بهذه الألوان المختلفة. أليست ممتعة؟ ثم أغلق الغطاء ثانية. سأحاول رسم صديق أحمر أولا. أظن أن الأحمر سيتناسب مع الوجه الغاضب. لذا فلنحاول الرسم هكذا. عيون خنزير والأنف حاد، الفم مفتوح، أوه الطائر لقد عملها على رأسي. لماذا هذا يحصل لي؟ أوه أنا غاضب جدا لأن هذا العصفور قد عمل قاذورته علي. إذا كنت غاضبا من الذي حصل، ماذا لو تفكر أن تكون سعيدا قليلا لأنها لم تكن بحصة أو حجرة. اللون القادم هو البرتقالي. الآن سأرسم وجها باسما بالبرتقالي. العيون المحدبة. الأنف صغير والفم باسم. لقد لونتها بقلم التلوين البرتقالي لتتناسب مع قصاصة الورق البرتقالية. البرتقالي قال: آه أنا أحب أن أكون هنا. أتمنى أن تحبون المكان الذي أنتم فيه الآن.
صديقنا القادم هو اللون الأصفر. سأرسم وجها مبتسما. أولا أريد أن أرى العيون المحدبة السابقة نفسها، ثم أريد أن أحصل على الأنف. ومن فضلكم حاولوا أن تقوموا برسم ابتسامة عريضة. لونت الداخل بالبرتقالي ولقد رسمت الفم. الأصفر لقد قال: واو، وقت الفنون حقا ممتع. أتمنى لكم جميعا أن تستمتعوا بوقت الفن أيضا. اللون التالي هو الأخضر المصفر. سأرسم تعابيرا مريحة بالأخضر المصفر. سوف أرسم العيون المغلقة ثم أنف صغير وجميل وفم أيضا باسم. نعم، إنه يبدو مرتاح. اللون الأخضر المصفر قد قال: أشعر أني أشم رائحة زهور، قلبي أيضا كالزهرة. أظنكم لديكم عطور. التالي هو صديقنا اللون الأزرق. سأرسم تعابيرا حزينة للصديق الأزرق. إنها عيون مغلقة كالسابقة. التالي أنف وفم متجه نحو الأسفل. من فضلكم لونوا دموعكم بالأبيض. الأزرق قال هذا: لقد فقدت ريشتي المفضلة. الأزرق زعلان. عندما تلتقي بأصدقائك الحزينون هكذا، من فضلك ضمهم وقول لهم: لا تبكوا. اللون التالي هو اللون الكحلي. سأرسم منظرا قلقا لصديقنا الكحلي. عيون ناعسة، أنف مدبب حاد، وفم منخفض. نعم، الكحلي قال حسنا. أنا لا يمكنني النوم لأنني خائف من الليل. عندما تلتقي بأصدقائك خائفون، أمسك بأيديهم لكي لا يكونوا خائفون. أخيرا لوننا الأخير هو البنفسجي أو ما يدعى بالموف. سأرسم وجها نائما براحة لصديقنا البنفسجي. عيون مغلقة، أنف وفم مفتوح. إذن لونت الداخل هكذا، الفم سيكون أوه، لقد انتهيت. هذا الفتى نائم، لذا لا توقظوه. كيف كان درسكم اليوم؟ أريد منكم أن تلونوا أي وجه تريدوه. التعابير والمشاعر في هذه اللحظة، لما لا تحاولون أن تظهروا مشاعركم من خلال الرسم؟ لتكونوا صادقون مع أنفسكم ومع أصدقائكم ووالديكم ومعلميكم وكل الذي من حولكم. نعم، لقد استمتعت كثيرا اليوم. ماذا عنكم؟ نعم، إنني أتطلع لرؤيتكم في المرة القادمة. نعم، سنلتقي ثانية في المرة القادمة. باي باي.